الله معكم أحبائي بيوم التنين من أسبوع النسبة. كلمة رجاء بتقلك من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بأول حجر. قديش نحن شاطرين أحبائي بالحكم على الآخرين ومنتغاضى عن خطايانا اللي ممكن تكون أكبر من خطايا الأشخاص يلي هن عم ندينهم. كلمة رجاء بتقلك وأخذت ضمائرهم تبكتهم. قديش نحن بحاجة نوضع ذاتنا قدام يسوع لحتى ننقي ضمائرنا ونطهر قلوبنا تجاه بعضنا البعض. كلمة رجاء بتقلك اذهبي ولا تخطئي بعد الآن. كلمة رجاء بتقلك لو قد ما تكون خطيتك كبيرة ولو قد ما تكون واقع تحت ضغوطات الحياة، كلمة واحدة من يسوع كفيلة إنه تشيلك من كل الظلام يلي أنت عايش فيه. بيكفي بس تستسلم لمحبته وتوضع قدامه كل حياتك. كلمة رجاء بتقلك تشجع ولا تخاف لأنه الله معك.